بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 164. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. نعم، لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان نفقة الصنف الأول وهن الزوجات وما فيها من تفاصيل، انتقل إلى القسم الثاني ممن تجب نفقتهم، وهم الأقارب جمع قريب. نعم. والذين تجب لهم النفقة من الأقارب صنفان: الصنف الأول عمود النسب، وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا. والصنف الثاني كل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب غير الزوجين وغير عمودي النسب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا. تجب النفقة على الولد لأبويه وإن علوا، يعني وإن ارتفع في النسب كجده وجد جده، وذلك لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إليهما النفقة عليهما. نعم. ولولده وقوله أو تتمتها، يعني إذا كان الأبوان أو أحدهما يملكان بعض النفقة فإن على الولد أن يكملها. نعم. ولولده وإن سفل. وتجب النفقة على العمود الثاني للنسب وهو ولده من الذكور والإناث، وإن سفلوا يعني نزلوا كأولاد البنين وأبنائهم وأولاد البنات إلى آخره. نعم. حتى ذوي الأرحام منهم. نعم، حتى ذوي الأرحام منهم كأولاد البنات، كأولاد البنات فإنهم من ذوي الأرحام. نعم. حجبه معسر أو لا. نعم، سواء حجبه المعسر عن الإرث، يعني يشترط في نفقة القريب شروط. نعم، يشترط في نفقة القريب على قريبه شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، فإن لم يكن وارثا له بفرض ولا تعصيب لا تجب نفقته عليه ولو كان من أقاربه. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا لا يجد شيئا، أما إذا كان المنفق عليه يجد ما يغنيه فإنه لا تجب نفقته على قريبه لعدم السبب. الشرط الثالث غنى المنفق، يعني يكون المنفق غنيا عنده ما يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه مؤونتهم، فإذا توافرت هذه الشروط وجبت نفقة القريب على قريبه. نعم. ولكل من يرثه قال حجبه معسر أو لا. والدليل على نفقة القريب قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. لما ذكر نفقة الولد على أبيه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فدل على أنه يجب على القريب الوارث أن ينفق على قريبه المحتاج إذا كان يرثه لو مات بفرض أو تعصيب. نعم.
قال حجبه معسر أو لا؟ نعم، تجب نفقة القريب، تجب نفقة القريب سواء كان محجوبا عن ميراثه أو غير محجوب. مثال ذلك من له أب وجد معسران فإنه تجب عليه نفقتهما ولو كان محجوبا عن الجد بوجود الأب. نعم، هذا في عمودي النسب. نعم. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. نعم، هذا هو نفقة القريب، وضابطه كل من يرثه الغني، كل من يرثه الغني من أقاربه المحتاجين بفرض أو تعصيب. نعم. لا برحم، لا من يرثه برحم. فمثلا الخال لا تجب عليه نفقة ابن أخته، الخال لا تجب عليه نفقة ابن أخته. نعم. سوى عمودي نسبه، لا سوى عمودي نسبه فلا يشترط الإرث كما سبق، تجب نفقة الآب والأولاد ولو كان لا يرثهم لأن كان محجوبا عنهم. سبق أنه قال حجبه معسر أو لا. أو لا. نعم. سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة. نعم، سواء ورثه الآخر يعني الفقير يرث الغني أو لا كعمته، فالعمة لا ترث من ابن أخيها بفرض ولا تعصيب. نعم. كعمة وعتيق بمعروف. نعم. سواء ورثه الآخر كأخ أو لا. نعم. كعمة وعتيق بمعروف يعني أو لا كعمة وعتيق، قوله كأخ هذا يرثه الآخر لأن الأخوان يتوارثان، الأخوان غني وفقير يتوارثان، أما العمة فهي لا ترث ابن أخيها. وكذلك العتيق، العتيق يرثه معتقه وهو لا يرث من معتقه فتجب نفقته. نعم. بمعروف مع فقر من تجب له. نعم، بمعروف يعني تكون النفقة بما جرى به العرف، بما جرى به العرف في البلد تقدر بذلك، بما جرى به العرف في البلد. نعم. نعم، قال بمعروف مع فقر من تجب له. هذا من شروط وجوب نفقة القريب، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، فإن كان غير وارث له لم تجب نفقته عليه. نعم. مع فقر من تجب له. نعم، هذا الشرط ذكرنا، أن يكون المنفق عليه فقيرا، فقيرا لا يجد شيئا، وعجزه عن تكسب. مع فقره يكون عاجزا عن التكسب، أما إذا كان فقيرا ويقدر على التكسب وهناك مجال للتكسب فإنه لا تجب نفقته على قريبه، لأن الفقير يؤمر بطلب الرزق وبالتكسب والاستغناء عن الناس. لكن إذا كان فقيرا وليس هناك وعاجزا عن التكسب ببدنه أو عاجزا عن التكسب لعدم وجود أعمال، لعدم وجود أعمال أو فرص للكسب، فحينئذ يجب على قريبه أن ينفق عليه بقدر الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. إذا فضل عند الغني ما يزيد عن نفقته هو ونفقة من تلزمه مؤونتهم من أولاده وزوجته ورقيقه مملوكه، لأن المملوك يقدم أنه محبوس عنده. نعم. نعم، فإذا فضل شيء عن نفقته ونفقة من تلزمه مؤونتهم فإنه ينفق منه على قريبه المحتاج. نعم. يومه وليلته إذا فضل. أي نعم، إذا كان الفاضل هذا عن يومه وليلته، أما إذا كان الذي عنده لا يكفيه إلا ليومه وليلته فلا يجب عليه شيء. نعم. وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل. نعم، ويلزمه إذا كان أيضا فاضلا عن كسوته، فاضلا عن كسوته وسكناه، يعني بهذه الشروط، أن يكون فاضلا عن نفقته
ونفقة من يمونه، وفاضلا أيضا عن كسوته، فاضلا عن كسوته وسكناه. إذا توافر عنده هذه الأشياء وفضل شيء فإنه ينفق منه على أقاربه المحتاجين. نعم. قال: من حاصل أو متحصل. من حاصل في يده، بأن يكون عنده مال، أن يكون عنده مال فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وعن سكنه وعن كسوته، أو يكون ما عنده شيء لكنه له مورد، متحصل يعني له مورد يدر عليه، كأن يكون له عقارات يؤجرها أو أشياء تغل عليه، فإنه ينفق على أقاربه من ذلك إذا كان مورده فاضلا عن الأشياء السابقة. نعم. لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. لا يجبر القريب على أن ينفق عليهم من رأس المال الذي هو يشتغل به ويتجر به، لأن ذلك يضر به، وإنما ينفق عليهم من الربح ومن الغلة. نعم. وثمن ملك إذا كان له بيت أو له مزرعة، ما نقول له بعها علشان تنفق، لأن هذا يضره، لكن ينفق عليهما من الغلة الحاصلة، من الغلة الحاصلة إذا فضل منها شيء عن كفايته وكفاية من يمونه، ولا نقول له بع العقار لأن هذا يضره، لكن نقول له إذا أغل هذا العقار شيئا وفضل عن كفايتك وكفاية من تمونه فإنك تنفق على أقاربك. نعم. وآلة صنعة أن يكون عنده مكاين يشتغل بها أو أدوات يشتغل بها وهي مثمنة، ما نقول له بع هذه آلة الصنعة هذه لأنه يتعطل، لكن نقول له اشتغل، وما حصلت إذا فضل منه شيء عن حاجتك وحاجة من تمونه فأنفق على أقاربك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. إذا كان له وارث غير الأب، أما الأب فينفق عليه سواء كان يرثه أو لا يرثه. أما إذا كان له فقراء وهو يرثهم لو ماتوا، له أقارب فقراء يرثهم لو ماتوا بفرض أو تعصيب، فإن كان ينفرد بالإرث كله فتجب عليه النفقة كلها، وإن كان له نصيب من الإرث وليس يرث كل ما خلفوه لو ماتوا، فإنه يجب عليه من النفقة بقدر الميراث، فمن يرث السدس عليه سدس النفقة، ومن يرث النصف عليه نصف النفقة، ومن يرث الثلث عليه ثلث النفقة، وهكذا، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، أي بقدر ميراثه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن له وارث غير أب فنفقته عليه. أما الأب فإنه ينفرد بنفقة ابنه، ولو كان الأب ما يرث إلا السدس، لو كان الابن الفقير له ابن يحجب الأب عن التعصيب، والأب ما يرث إلا السدس بسبب وجود الفرع. نعم. الوارث فإنه تجب نفقة الفرع وينفرد بها الأب ولو كان ما يرث إلا السدس. نعم. قال: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. على قدر إرثه منهم. نعم. على قدر إرثهم منه، من الفقير. على قدر إرث المنفق من المنفق عليه. نعم. أي نعم. فعلى الأم الثلث. على الأم الثلث، قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والثلثان على الجد. والثلثان على الجد إذا كان له أم وجد، كان له أم وجد وهو فقير، وجبت النفقة على الأم وعلى الجد وعلى قدر ميراثهم، فالمسألة تكون من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للجد وهو الثلثان.
فيكون على الجد ثلث النفقة وعلى الأم ثلث النفقة بقدر الميراث. نعم. قال والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس، لأن الجدة ترث السدس إذا كانت جدة غنية، إذا كانت الجدة غنية وابن ابنها فقير فإنه يجب عليها أن تنفق عليه بقدر السدس، بقدر ما ترث منه. نعم. والباقي على الأخ، والباقي على الأخ لو كان له. نعم. فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. على الأخ لأن الأخ يرث بالتعصيب، التعصيب ليس له تقدير، فيتحمل من النفقة بقدر ميراثه. نعم. والأب ينفرد بنفقة ولده كما سبق. نعم. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. من له ابن فقير، ابن فقير، فقير وأخ موسر، فإنه لا نفقة على الأخ الموسر لأنه محجوب، لأنه محجوب بالأب. ولا على الابن. نعم. الابن هو الفقير. نعم. ولا على الابن لفقره يعني. الابن هو الفقير، الابن هو الفقير ولا عنده شيء، وله أخ موسر ولكن أبوه موجود، أبوه فقير أيضا. الأب فقير والابن فقير، فقير والأخ موسر ومحجوب، ليس على الأخ شيء لأنه محجوب بالأب. نعم. قال فلا نفقة له عليهما، يعني على ابنه وأخيه. أي نعم، لأن الابن معذور بالفقر وهذا معذور لأن بالأب. الأب ومن يعني له ابن فقير. أي نعم. وأخ موسر. أي. فلا نفقة له عليهما، يعني لا نفقة للأب عليهما، على ولده، على الابن لفقره. نعم. وعلى الأخ لحجبه. نعم. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. من أمه فقيرة. نعم. وجدته موسرة فنفقته على الجدة. إيه نعم، لأنه لا يشترط في، لأنه لا يشترط في عمودي النسب الميراث، فالجدة الآن موسرة ومحجوبة، محجوبة ولكن حفيدها فقير، فلها فالنفقة عليها ولو كانت غير وارثة، لأنها من عمودي النسب وعمود النسب لا يشترط ولوجوب النفقة الميراث. نعم. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. إيه نعم، نفقة القريب المحتال الفقير تجب له، وأيضا تجب نفقة زوجته يعني الفقير، تجب على الموسر أن ينفق على قريبه المعسر وعلى زوجته المعسرة، على زوجة المعسر يعني، لأن المعسر بحاجة إلى الزوجة من الحاجات الضرورية. نعم. قال كضئر لحولين. نعم. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر. نعم. لحولين. الضئر هي المرضعة، الضئر هي المرضعة. نعم. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. هذا من شروط وجوب النفقة، نفقة الأقارب، أن يكون دين المنفق ودين المنفق عليه سواء. ها؟ نعم. أما إذا كان الغني على دين وقريبه الفقير على دين آخر فلا يجب على الغني أن ينفق على قريبه الكافر لعدم الموالاة بينهما، إلا أن يكون من عمودي النسب فإنه ينفق على أبيه وعلى أمه ولو كانا كافرين، قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف معروفة. نعم. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، إلا بالولاء، فالمسلم ينفق على عتيقه الكافر، ينفق على عتيقه الكافر. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. من نفق سبق أن الأب تجب عليه نفقة ولده. نعم. تجب عليه نفقة ولده ويستقل بها. إذا كان الولد يحتاج إلى رضاع فإنه يجب عليه أن ينفق على المرضعة، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، يعني المرضعات، وكسوتهن بالمعروف. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي يعني الأجرة، يعني يؤدي، يعني يسترضع يعني يستأجر مرضعة لولده ويؤدي أجرتها للآية الكريمة، ولأن هذا من النفقة
لأنه لو لم يرضع مات، نفقته هي الرضع. نعم. ولا يمنع أمه إرضاعه، إذا أرادت أمه أن ترضعه فلا يمنعها إرضاعه، وإن طلبت أجرا فإنه يجب عليه أن يعطيها أجرها. نعم. ولو كانت تحته؟ إي نعم، لأنه لا يلزمها إرضاعه، لا يلزم الأم إرضاع طفلها إلا عند الضرورة، لا يلزمها إرضاعه إلا عند الضرورة. نعم. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، كخوف تلفه، أما إذا خيف تلفه فإنه يلزمها أن ترضعه، أما إذا كان فيه مرضعات لا يلزم أمه أن ترضعه، إرضاعه على أبيه، فيستأجر من المرضعات من يرضعه، ونفقته المرضعة عليه على الأب. نعم. إذن هذا مما يجوز للمرأة للزوجة تركه، مثل ما يجوز للزوج ترك نفقة علاجها، يعني سبق معنا في الحلقة الماضية أنه ليس عليه نفقة علاج زوجته، ويقابل ذلك أنه ليس يلزمها إرضاع ولده منها. اي نعم. نعم. قال ولها طلب أجرة المثل. اي نعم، لها طلب أجرة المثل ولو كانت أما للطفل، لأنها فعلت شيئا لا يلزمها، فعلت شيئا لا يلزمها فلها أن تطلب أجرة المثل مثل المرضعات الأخرى الأجنبيات. ولو أرضعه غيرها مجانا كانت. نعم. لو مثلا الطفل أرادت أمه أن ترضعه وهناك مرضعة أخرى بالأجرة، تقدم الأم ولو كانت بالأجرة، والأجنبية تقول لا هاتوه أنا أرضعه مجانا، وأمه تقول أنا أرضعه بأجرة، فإنه يلزم أن ترضعه أمه بالأجرة، لأن لبن الأم يختلف عن لبن غيرها بالنسبة للطفل، أنفع لبن الأم أنفع له. فإذا تنازعت الأم وأجنبية، الأجنبية تقول أنا أرضعه لكم مجانا، والأم تقول أنا أرضعه بالأجرة، تقدم الأم وتعطى الأجرة، لأن لبنها أنفع للطفل من لبن الأجنبية، ولقوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. نعم. إذن العبارة ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا. نعم. وبائنا كانت أو تحته. نعم، أمه لها حق إرضاعه إذا طالبت بذلك، سواء كانت تحت عصمة الأب أو كانت بائنا منه، ولها أن تطلب الأجرة. نعم. وتقدم على غيرها. نعم. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. إذا تزوجت برجل آخر فللزوج الآخر منعها من إرضاع ولد الأول، لأن هذا يفوت عليه شيئا من منافعها، نعم. إلا إذا اضطر الطفل، ما وجدوا له مرضعة غير أمه التي تحت زوج آخر، فإنها ترضعه ولو امتنع الزوج الآخر إبقاء على حياة الطفل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. هذا هو النوع الثالث من أنواع من تجب نفقتهم، وهم المماليك من الأرقاء، فيجب على السيد أن ينفق على مماليكه لأنهم محبوسون عنده، وكسبهم له وخدمتهم له، ومستحق لمنافعهم، فيجب عليه أن ينفق عليهم. نعم. طعاما وكسوة وسكنا، وألا يكلفه مشقا كثيرا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. نعم. وإن اتفق على المخارجة جاز. اتفق على المخارجة، المملوك قال خلني يشتغل وجيب لك كل يوم كذا وكذا من المبلغ، والباقي يكون للمملوك، فلا جاز ذلك لأن الحق لهما. نعم. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. يجب على السيد أن يريح مملوكه وقت النوم في الليل
ووقت القيلولة، وأن يتركه يؤدي الصلاة، يتركه يؤدي الصلاة المفروضة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. نعم. ويركبه في السفر عقبة، فتمكينه من الصلاة المفروضة هذا حق لله. نعم. تمكينه من النوم بالليل والقيلولة هذا حق للمملوك. نعم. ويركبه في السفر عقبة، وكذلك أو عقبه، عقبة يعني إذا كانوا مسافرين فلا يترك المملوك يمشي كل السفر وهو يركب، بل يركبه عقبة يعني ليرتاح. نعم. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. نعم، إذا طلب المملوك نكاحا زوجه وجوبا، لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن هذا فيه حماية له من الوقوع في الفاحشة. فإن لم يزوجه فإنه يلزم ببيعه على من يشتريه ويزوجه إزالة للضرر عنه. نعم. وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها. إذا طلبت النكاح أمة مملوكة من سيدها فهو مخير، إما أن يطأها ويتسرى بها وتنتهي المشكلة، أو أن يزوجها أو يبيعها، أو يزوجها من غيره، يزوجها من غيره. ويجوز تزويج الأمة سواء من مملوك آخر أو من حر عند توفر الشروط. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، فيزوجها إما من رقيق مثلها وإما من حر إذا توفرت شروط زواج الحر من الأمة، أو باعها أو يبيعها. الحالة الثالثة أن يبيعها لمن يزوجها أو يطأها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت سمينا عبد الله بن عريف الحربي. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.